حلم المغاربه يتحقق زياش وحكيمي في فريق واحد. ما هي التفاصيل تشيلسي واشرف حكيمي تفاصيل حصريه وناريه واسطوريه في حلقه قويه جدا 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 تحتاج الى دعم حضراتكم. لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعل زر الجرس، ويلا بينا الى التفاصيل. صحيفة الميرور البريطانية أكدت أن تشيلسي سيعلن عن صفقة أشرف حكيمي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن نجح في حسم الصفقة وإقناع ناصر الخليفي وباريس سان جيرمان بالتخلي عن الدول المغربية من حديقة الأمراء إلى الستانفورد بريدج. أشرف حكيمي تشيلساوي يجاور صديقه الصدوق حكيم زياش في صفقة قدرت بالمئة مليون يورو وسط صدمة ريال مدريد. ريال مدريد كان يتمنى عودة الأسطورة أشرف حكيمي إلى سانتياغو برنابيو، ولكن تشيلسي بأمواله الحاضرة دائما قدر يقنع باريس سان جيرمان، قدر يقنع حكيمي بالقدوم إلى الدوري الأقوى في العالم، الدوري الإنجليزي. بحذر كل دفاع الخصوم، جبهة يمنى تشيلساوية الموسم المقبل ستكون نارية. حكيمي زياش تاريخ يا مغربة، ابدعوا واقنعوا وتلألأوا في سماء البريمير ليج. زياش حكيم تشيلساويين.